بقول لك يا جماعه، بومبو الموضوع صعب بومبو جدا. بومبو. ايه يا باشا؟ لا لا خلاص. دايما وانا صغير في المدرسه كنت ببقى دايما الطالب المحترم الغلبان اللي ملوش في اي حاجه، ولكن لما كبرت عايز بقى اطلع الشرير اللي جوايا. ولكن يعني طبعا احنا مش هنعمل كده على كبر ونبقى هبل يعني، لا. فجمعت انا وبومبو وبشر وحبشي مصر في لعبه، قلنا يا جماعه اللعبه دي هنطلع فيها التنمر. بقينا طلاب في مدرسه، تحولنا لطلاب، و واحد فينا المدرس وبنعمل فيه مقالب، نتحول لهالك، نطلع بصاروخ، نركب اتوبيس المدرسه، نسرق عربيات، ناكل فراخ، كل حاجه وحشه ممكن تعملها في المدرسه بتعملها في اللعبه بتاعت النهارده. فما تنساش تحط لنا لايك، وان انت اشترك في القناه لو اشتركتش، عشان قربنا ان احنا نوصل 25000 مشترك على القناه بتاعت الجيمنج. فاتمنى ان انتوا تساعدونا على حاجه زي كده، ويلا بينا نخش بعد. الشنطه انا شايف خناقه، انا شايف واحد بين ماسك واحد وعمال بيضربه هناك. ما تروحش ما تروحش هيضربك. بقول لك ايه، اهرب يا حبش. مالك بيه؟ انا جاي. بيقول لك تاك فايف وولز ايه؟ سبري ان ذا ميوزك كلاس روم. ماشي، السبراي هتلاقيه في بتاعت المزيكا. فين بقى بتاعت المزيكا؟ انت نازل طالب بقى تخرب لنا الدنيا. ده احنا لازم نركز يا جدعان. نازل الطباخة التخينة دي. هو انا شايف حد بيجري قدامي. اوكي انا معاك انا معاك. انا ابلة نازلة يا باشا. في نقطة الموسيقى، في نقطة الموسيقى. ايه ده، الطباخ ولا طباخة دي؟ الطباخة. قط الموسيقى اكيد. يا نهار اسود ومهبب. ايه ده يا عم؟ انت يا عم اللي بتحاول هالك انت. في انا بس احنا لازم نتفق عليها يا جدعان، لان احنا كده هنتنفق. انا اسف. استنى اوضه الموسيقى. استنى بس اقول لك حبشي اتحول ليه؟ مش عارف قفشني انا من قفاه في ايه يا حبشي. تعالى يا جدع. ده كلاس روم ايه؟ انت اصلا مني بكتير دلوقتي. بص يا جدعان، اوضه الموسيقى دي بقول لك ايه، مش استنى وحات امك يا شيخ، احاول ان انا اشيلك. استنى كده، يا نهار اسود. انا حبشي، انا حبشي. نشوف الناس دي فين. تعالى نشوف الناس دي فين. تعالى شيل. تعالى يا استاذ، انت بتقل ادبك عليا من صباحات ربنا. خلاص يا شيخ نازي يا استاذ. ماشي خلاص بشر، بس ما تتخضش منه. انت فين يا بشر؟ هتلاقي هالك صح؟ انا هالك زي يا بشر. يلا يا بشر، في حاله يا بشر. انا بس مش هالك. الموسيقى فين؟ بقول لك ايه، بص يلا يا دكتور، يلا يا دكتور اكشف اكشف يا دكتور. تعالى يا دكتور، رايح اه انا عرفت هما فين. تعالى تعالى اكشف. انا عرفت هما فين. ليه طيب يا دكتور؟ يا دكتور انا 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 سخبه منه. خالتي اجري. خالتي يا خالتي. بقول لك ايه، ايه ده، ايه ده، طبخ. انا بعمل اكل. ايه ده، انا بقيت اسرائيل. يا لهوي، بشر ما بيهزرش. بقول لك يا بشر، انت ضربتني في كليتي ومش قادر والله. لا 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 لا، انجز يا باشا. احنا ماسكين بطننا بالعافيه. خد يا ده بشر، تعالى. لا لا لا، انجز اعمل لي فيها بطل وكمال اجسام. خد تعالى. لا يا عم، انا شايل مين؟ انا شايل حد دلوقتي صح؟ يس هاتوا يس يا جماعه. فين السبراي؟ بس عايزين سبراي عشان نرش على الحيطه. نرش على الحيطه؟ ده انت متفائل قوي. ده انا هرش عليك دلوقتي رشه. استنى عليا. ايوه كنت لسه هاخدها. استنى، بصوا اقول لك على حاجه. الدور الاول ما فيهوش اوضه الموسيقى. هو يا ابني في اي مدرسه على فكره ده قانون. هو انا بجيبها ازاي بالتاب صح؟ انا يا جماعه، واضح ان انا عامل لبش في ايه ده؟ بس انا انت لابس بتاع دي ليه؟ انا ههرب. انتوا شكلكم بلطجيه. انا هحاول. انا هقطع اوضه الموسيقى فوق يا جدعان. بقول لك ايه، انا هتحداك. اللي شايف نفسه يا جماعه يجي لي يا جماعه في الميد. يلا انا جاي، انا قاعد لكم في الميد. قال لك ميد. انا دخلت الميوزك كلاس يا جماعه، لقيته. ايه ده، فين فيش دي وحبشي بلطجيه؟ عايزين واحد يبلطج عليهم. ده في الدور الثاني. ده في الدور الثاني. في الدور الثاني. انا جاي. استنى، انا عايز ايد كمبيوتر كلاس. ايوه بس كده. برنسبل كلاس. في جيتار هنا وفي حاجات. ماشي، ما علينا منهم. ايه ده، تعالى. قلت الكيمياء انك من الكلام ده. طب بيع يالا. انا كنت كمان بيع يالا. استنى ايه يابا، اهو رجاله. انا هو لو جه خد التاب صح؟ بدور على سمكه قرش دلوقتي. بس تاب بحطها عليها ما بتجيبهاش برضو. بقول لك ايه يا باشا، تعالى تعالى بس كده، عشان انا عندي حوار كده محتاج اوريه لك. والحوار ده بص يعني هو حوار. طيب ما بتجيش ليه؟ انا لقيت حاجه هتخليني ايرون مان في نفسي. تعالى تعالى. ايه بقى، عايز ايه بقى؟ لقيت هالك بقى. مش دخلت اوضه الكيمياء؟ انا لقيت هالك. والله والله ابدا. انجز. والله ابدا. انا انا ايه ده يا جدعان، انا بطير. يخرب بيت كده يا جدعان. يا جدعان والله بطير. يا عم والله لا، جدك زي اللي كانت معايا. استنى بس، روح له روح له. ايه ده، انا بطير يا جدعان. انا بطير. اللي عايزني اللي هو يجي يطير معايا. بقول لكم يا رجاله، انا راجل عندي مهمه، انا راجل عندي مهمه بخلصها. عاجبني ان انتوا في تفاؤل، بس انا مش عايز اقول لكم انا شايل لكم ايه وجاي. ايه ده، لا ده ورمس بيطير. انا بطير يا باشا. ايه ورمس بيطير يعني؟ يلا يا فقير، انزلي يا فقير. بس يا ابني، بس بلاش دوشه يا حبيبي، بلاش دوشه. سيبني اخلص. طب ليه نجم؟
طب ليه نجم؟ عارفه عندك 23 ثانيه يا جدعان جدعان السبراي جدعان السبراي السبراي مهم هتبوظ صبرك على نفسك السبراي هيبوظ هتلاقي نفسك بتكمل المهمه ثانيه لا يا عم انا عايز اخلص مهمه السبراي دي 6 ثواني بقول لكم ايه خلاص لا والله لا ميشن فين لسه عندك ميشن تاني عندك ميشن تاني مش هتزعل يوز ايوه دي سهله دي سهله دي دي سهله تعالى لا انا ماشي بالمثل بص عم موتهم باشا انا واحد ماشي على الله انا مش لاقيكوا انتوا فين بقى انا عارف اردها خد يلا تعالى يلا هنا يلا ايه ده ايه يا اسطى انت معاك ايه ده تعالى يلا هنا يلا انت اتغديت ولا لسه خد تعالى انا عايز اكل النبي ايه ده خد يلا تعالى يلا والله انا كنت ماشي في حالي بس هي اللي جت استخدم الفاير استنجوشر فور على 5 عيال بص يا جماعه ايه يا جماعه بص يا جماعه انا عيالي فاضل لي مش خلصنا يا جدعان كومبليتد كومبليتد ميشن كومبليتد هو يا جدعان تتحول والله ابتدت تحول علينا بص اقسم بالله انا انتوا زغرت دوم مش عارف ايه خد بقى يلا شايف يا جماعه ان انتوا انا شايف ان انتوا ايه انتوا قاعدين بتلعبوا وانا بخلص مهمات انا خلص مهمات اللعبه دي انت ضربتني مو صح عايز اشوفك كنت بتخلص مهمتك يا باشا يا اسطى في حبشي طلع النبي بومبو في مالك هو مين معاك ايش هو بيستعلى ولا بيستعلى ولا بيست راح فين فين نجم فين نجم طب انا عملت ايه يا نجم انا عملت ايه طيب بومبو ضربني بومبو ضربني بومبو فرقع حاجه في وشي طيرت ثانيه بس ثانيه بس لو سمحت شوف الراجل ده بيخلص ميشن بقول لك ايه بقول لك يا حبشي انت مش متصور لي بالبتاع ده على الانستجرام بتاعك تعالى اهو سبسكرايب ارجع 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 انا مستنيك تعالى حبيبي يا باشا لا شر تعالى يا بومبو تعالى سبسكرايب تعالى طلع السلم طلع السلم فوق طلع السلم الراجل استنى بقول لك يا باشا خد يا باشا تعالى خش فصل تعالى خش فصل نعمل خناقه جوه فصل كده يا اسطى يا اسطى استنى بس لا انت تطلع الاول لا انت تطلع ايه ده يا عم يا عم سيبني عامل مشاكل ثانيه واحده مين ده اللي مين ده اللي مين مين اللي تعالى انت كمان يا ابن اللذينه ايه ده ايه ده بسرعه على اخر بيتك ولا ولا يا نهار اسود يا جدعان انت يا ابني 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 في ايه يا ابني يا جدعان اللعبه دي هنسميها صياحه اقترب اوعى مالك بيها نجم انا حاسس ان انا بتضرب عندي احساس ان انا بتضرب احساس تعال بقى كده ايه ده ايه ده تعال بقى تعال ما تعال انت يا مدام انت انت تعالي كده روحي هنا هات السلاح ده بس هات السلاح ده بس انا هريك يا باشا خده طب ليه 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 طيب ليه تعال بقى طب ليه تعال بقى انت فين طب يا جدعان انا جدعان انا هغير انا هغير الكاركتر يا جماعه انا هبقى راجل انا هبقى راجل انا شايف مستقبلي في الراجل ده شايف مستقبلك في الراجل ده ازاي فاهم الموضوع غلط انا هبقى بص انا 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 هبقى مستر برعي بتاع الدراسات برعي ايه ده يا اسطى ده ايه يا برعي في ايه انا هبقى مستر برعي بتاع الدراسات مهمة تعالى لا تعالى حد مستر برعي على رايته يا اسطى مالك يا اسطى ايه يا اسطى يا اسطى اصلا ما تروق يا حبيبي انت سقطتني في الدراسات انت ما بحبش المستر ده ما انت فاشل انت فاعمل لك ايه انت فاشل في الدراسات ايه يا مستر هيضربني ولا ايه يا جدعان خليك انت يا عم في حروب الصليبيين وحروب مش عارف انت مش عارف مين دول اصلا يا جدعان انا اتحولت لهالك بس مش عارف اخرج من باب اوطي ازاي وربيس اتزنق يا لهوي طلع تعالى بقى عشان انا هو فين انا مستحلف لك من بدري تعالى تعالى وريني تعالى وريني ما مش عارف مش عايز اقول له يلا يلا يا ابن الذين تعالى تعالى انت عايز خناقه انت انا بتعذب يا باشا الحاني فوق يا باشا لما انا خلاص انا تعالى بتاع الدراسات انت تعال يا اسطى يا اسطى انا راجل عايز اقبض مرتبي تعالى تعالى انت عصيت لوكي داخل عايز تضرب دي يا جماعه اللعبه دي اكتر لعبه عشوائيه في الدنيا عايز ايه تعال مش هنقدر على هالك يا جدعان مش هنقدر على هالك يا جدعان تعالى انت ايه شايف نفسك ليه المشكله ان البتاع اللي انا بعملها دي هي المفروض ان هي بتنفع على اي حد بس هي ما تنفعش على هالك يا بص انا ممكن امسك البت دي بص احنا ممكن نعمل حركه بقول لكم يا جماعه احنا عندنا مهمه استنوا بس نهدى ما حدش يضرب التاني بصوا احنا عندنا مهمه دلوقتي في مدرس شتمنا ماشي فالمدرس ده احنا رحنا نبوظ له العربيه بتاعته تعالوا رحنا نبوظ له العربيه خد يا باشا بس بالحمد لله
يلا يا جدعان يا جدعان يا جدعان في في هنكسر عربيه الراجل العبيط. كمل كمل بومبا كمل جرجره. استنى بس تعالى تعالى كمل جرجره حبيبي ولع فيه. هتيجي هنا ازعلك. الحاجات انت بتجيب الحاجات منين؟ انا هطفيها بس انا محترف في اللعبه. انت فاهم الموضوع غلط. بومبا بومبا ولع فيه راح اطفيه. يا ابن اللذينه تولع في مين يا ابن اللذينه؟ بقول لك ايه حبشي مجرم يا جدعان. انت بالنار انا معايا الطفايه حبيبي. ايه انا هوري لك تيتا لما بتعمل شغل الامريكاني. طب انا يا جدعان انا بقول لكم اهو اللي شايف نفسه يوتيوبر يجي لي يجي لي يجي لي بره المدرسه من اول اخر. واللي مش شايف نفسه يوتيوبر يعمل ايه؟ او ستريمر يعني سلاش ستريمر عشان احنا معانا ناس هنا. واللي شايف نفسه تيك توكر يجي لي بره. اوعى بس الجامد. انا بالمد اهو مستنيكم هنا. انا معايا قال لك انا بالمد مستنيكم. عن عن بشك مضحك قوي والله العظيم. اي حد فيكم قصدك يقعد على فكره على فكره على فكره هو مش شبهي خالص. لا هو مش شبهي خالص. لا هو مش شبهي خالص. هو شبه بجد 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 بجد. اللي ليه شوف يا جدعان تعال بس تعال تعال يا جدعان. ايوه مالك يا ابني القرش ده عايز ايه يا ابني انت؟ انا 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 لقيت لقيت حاجه محتاجين نعملها. ماشي الحاجه دي مهمه جدا ان احنا اول حاجه واضح هطلع دي واحده بس. خلاص يا جدعان خلاص ادب ادب والله لازم نسمع وور بيس. طب يلا يا جماعه كله كله يا جماعه يلا عشان اتوبيس بعد اذنكم. يلا يا رجاله عشان احنا كل احنا كلنا عند كلنا عند النافوره. اه انا عارف الاتوبيس فين. تعالوا بسرعه انا عارف مكانه. يلا يا جماعه يلا يا جماعه هو انت بتجري كده يا بومبو. يلا يا جماعه عندنا رحله دريم بارك يا جماعه نطلع الاهرامات. تربطني بالحبل كده وجرجرني معاك يا بومبو شويه. يا باشا عيب عليك انت حبيبي انا ما عملتش فيك كده. يلا يا جدعان يلا يا جدعان دريم بارك عايز. لا 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 انا كنت سايبها انا كنت سايب ثاني. لا 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 بص الحق ده بشر ولا وور؟ ده مين عامل الحوار ده؟ جماعه هو انا عطلت الاتوبيس. طب ممكن تيجي تدي زقه والنبي مش عايز سفتنا بالارض دلوقتي والنبي يا دين النبي اهرب 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 بس بالسخبه اجري يلا يا جدعان الاتوبيس عطل والله. خد لك عربيه تك 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 خد لك عربيه. لا 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 يا بشر لا يا بشر اصحى عليك يا بشر. بقول لكم ايه بصوا 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 عمركم شفتوا عمركم شفتوا كده؟ شايفيني؟ عمركم شفتوا كده؟ مش بني ادم انت مش بني ادم. بص بص بصوا لبست نص هالك ده على العربيه يا جماعه. ايه الهطل اللي انا بعمله يا باشا؟ احنا بنفرج كابت بنفرج كابت يا جماعه. اه يا ولاد الذين تعالى بص العربيه اهو العربيه بص منظر تخيل تيتا لما تدوسها بالدوزر. بقول لكم ايه بقول لكم ايه كل واحد يركب عربيه. بص بص اعمل لاين اب لاين اب لاين اب لاين اب بس يا بشر بقى بتاع التوك توك اللي انت راكبه ده. تعالوا يلا يلا يا جماعه كل واحد كل واحد يركب. استنى استنى يا باشا استنى يا باشا يا رب تحج. استنى كل واحد يركب عربيه ونمشي ونمشي ورا بعض نستكشف المدينه دي. يلا يلا امشي ورا نستكشف في المدينه. في حصان تيجي تشوف الحصان. اه ورينا الحصان. استنى يا باشا يا باشا لا ترحل لا ترحل اديني حصان. لا والله هديكوا حصان هتحسس نفسك يا جماعه. في فراخ في فراخ هنا. استنى استنى اه يا لهوي على الفراخ دي. باشا روح ديوم اكل ديوم اكل. لو ممكن خفف ازاي تعالى ورايا. هما فين فراخ هيجروا ورايا ماشي ماشي كده في اخر الشارع مش عارف. انا بحاول بحاول اعلم عليها مش عارف. تعالى يا جدعان تعالى 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 هوريكم حاجه بس سامي. دي مش انا صاحبي دي مش الفراخ دي. انا خدت الحفار. طب انا مش ناوي اتحول ابقى يا هادي يا ديني يا ديني. ايه ده المدرسه هادي انت رجعتني المدرسه الله يخرب بيتك. بقول لك المدرسه هادي بقول لك ايه بقول لك ايه قابلني قابلني هاخدك عشان تعرف ان انا محترم اجي اخدك بالتيك توك بتاعي. احترام يا عم انت شايفني عوي يا عم مش عارف اجي. حسيت تعالى بس تعالى حسيت انسان يا جدعان في اتوبيس طاير في الهواء. يا نهار اسود اتوبيس بقى ده في بني ادم طاير في الهواء. ايه ده تعالى تعالى ايه ده ايه ده يا اسطى طالع معاك تعالى. خش يمين خش يمين خش يمين. ايوه حضن حضن حبشي حبيبي تعال بس عشان تبش يا معلم جد بقى. حبشي انت عامل ازاي ده انت ماسك جنبك وبتجري ليه يا صاحبي؟ عشان اول شوت. ثانيه يا جدعان ثانيه يا جدعان ثانيه بعد اذنكم بس نعمل نعمل حاجه بس ثانيه. ايه بشر بيكتب هنا ايه ده يا اسطى ده؟ ثانيه يا جدعان ثانيه بس ما حدش يبوظ البتاع دي. ما حدش يبوظ لك ده عندي حاجه مهمه جدا. الراجل بيكتب حاجه مهمه. طب انا 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 بموت تحت العربيه بتاعتي بس كده. حلو قوي كده عليه صح. شايفين يا جماعه سبتو وور بيست اكس وور بيست اكس وور بيست اكسترا ايه تاني عندنا نبدا قنوات تاني يا جماعه. طبعا لو انت لو انت مش مشترك في القناه يا جماعه سبسكرايب تو ب10 ممكن تعمل سبسكرايب تو ب10 هنا. ممكن يا جدعان. طب يعني اللي لسه معانا جديد يجري بسرعه على قناه بشر قناه وور بيست قناه حبشي. لا ما تحاول ما يروحش الحبشي. لا حبشي لا لا حبشي حبشي وحي حبشي استنى بقى انت بس يا عم ارحمني الصبح يا عم ارحمني تعالى بقى عامل لنا مشاكل. انت عارف انت عارف حبشي ده بتاع ايه؟ ايه؟ بتاع فورتنايت ديكرو. اه حبشي فورتنايت. لا على نفسه ده هناك مش هنا خد يا نهار اسود
ايه ده؟ ليه نجم؟ ليه نجم؟ جماعه طب احنا دلوقتي احنا المهمه انتوا كل ده ما قصرتوش مهمه ال ما عملتوش مهمه الراجل بتاع بتاع اسمه ايه ده؟ انا واخد بالك الادلز اسبانين اتنين اللي هو انا ده في ايه؟ مين مع نار؟ بتهيألي انا معايا نار معايا نار. طيب طيب بص 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 انا قابلت المهمه بتاعت ان انا اكسر عربيه المدير. الحقوا فعلا في صاروخ يا جدعان. تعالوا عندي يا جماعه تعالوا عندي والله في صاروخ. فين انت فين بقى؟ انت فين؟ نفس المكان كنا فيه عند الفراخ. خش من الشارع شمال الشارع يعني اخر الشارع فين عند الفراخ تاني عند الفراخ شمال بعد الفراخ شمال على طول استاد يا جدعان في استاد كلها حربيه هنا والعيال بتلعب ايه في صاروخ معاك يا قمر يلا بومبو يلا روح شمال ايه ده ايه ده ده دي العربيه المدير يا جدعان الحق والله العظيم في صاروخ تيجي نستخدمه يلا فين بقى فين انا عند الفراخ انا عندي خلاص اهو اخر الشارع شمال شمال اهو عربيه المدير هي مكسرها له تعالى يلا دول مش عارفين حاجه تعالى يلا بينا يلا بينا حبش بسم الله الرحمن الرحيم ما هو يوز ايتو رايتر يلا 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 ايه ده استنوا يا جدعان خدونا يا جدعان خدونا ما بيولعش ما بيولعش يا مولانا ما بيولعش ايه ده الصاروخ ما بيولعش يعني ده شكله بلك يا باشا اركن يا باشا اركن يا باشا هنكسر الراجل ده عربيه تعالى لايتر ده جه منين طيب بس حاول هنشوف ده نجم نجم اللهجي لا اله الا الله يا نجم حرام يا نجم هو يوز ا لايتر ولا يوز ايه لايتر يوز ا لايتر صح يا عم انا مت حرام عليك يا ابني انا مدرس يا ابني انا المفروض احافظ على العربيه اصلا ايه ده تصدق بجد والله هو غالبا يا ابني الذين يا ابني الذين لا لا جالس احنا كسبنا المهمه احنا كسبنا المهمه انت شايفيني يا جماعه لا الله يرحمك انا كنت شايفك بيقول لك بيقول لك المهمه الجايه ان انت تتخانق تعمل تبدا خناقه في الكافيتيريا و انا هعمل خناقه معايا مضرب البيسبول كافيتيريا بقول لكم ايه تلعبوا كره قدم امريكيه يلا عايز اقول لك والله العظيم هنلعب خصوم والله هنلعب ناس بجد بتلعب اللي هياخد كل حاجه هيزعل جوه مدرسه ولا فين هي لا مش جوه المدرسه اهو جنب وور بيست جنبي اهو انا شفتها خلاص دخلت تعرف تعمل كده نجم لا فكك من البتاع اللي في ظهرك ده عشان هنلعب بجد استنى هنلعب بجد والله تعالوا يلا بينا بص اللي هياخد الكوره بيش خد الكوره بتاعك بص العيال جري ورا ازاي انا هلعب مضرب البيس هل عليه بس ده ما اعرفش بس بنضربك مش عارف بقى اضربوه يا عيالي هاتوه ايه ده يا جدعان الحوار ده اسحب له البنطلون فين الكوره على جده يا كوره عايز يهرب يا جدعان الكوره مش معايا يا جدعان الراجل عيب انا بتخانق انا شايف ان انا اتهزقت في اللعبه دي بصراحه هات البنطلون هاتوه يا جدعان الكوره فين والله ما معايا الكوره فين يا اسطى وديتها ايه ده يا عيني انا اللي بعمل فيه كده على فكره بضغط ايه عليه بيهينه وبيعمل حاجات وحشه يا باشا ما تهينوش عيب عليك ده صاحبك برضه شوف الكوره بس هات الكوره خد تعالى هنا عاوز البنطلون ده خد تعالى بقول لك يا ابني انت مدرس يا ابني انت مدرس امسكوا امسكوا الفلفل بقول لك يا رجاله بقول لك يا رجاله مدرس يا عم بقول لكم ايه السلام عليكم قبل سنه انا عايز الكره 12 كبيره يا ابني عايز الكره يجي ياخدها اللي يعرف بيس ابويا يروح يكلمه وربيس بيلعب على مبدا انا صاحب الكوره خد يا باشا والله 11 بيكتب اسمه في كل حته يا جدعان يعني هو بعد كده هيطير يشوف اسمه من فوق ايوه بالظبط كده تعالوا نطلع نطير ونشوف الاسم بتاع الكوره يا جماعه هاتوا منه ايه يا نجم لا انا بكتب اسمي دلوقتي يعني لو رحت تلعب كوره بجد في الحقيقه ولقيت في الاستاد مكتوب اسم بشر اعرف ان هو اللي كاتبه برضه لا والله اسمه هو مكتوب اهو ما انا عارف احنا شايفين بنطير من فوق عشان نتفرج عليه هنشيله طب اقول لك ايه حاول تطير للاخر كده شوف ممكن نطير ليه كده ليه كده اقول لك يا نجم حاول تطير للاخر يا بومبو ما اعتقدش يا جماعه الحقوني انا قفشت واحد بتوع فورتنايت تعالى لي يا نهار انت رميت في اخر المدينه عندي لحد اخر عندي لحد اخر بومبو شوف انا وصل فين ايه ده انت رميت في البحر انت رميت في البحر والله العظيم يعني احنا شايفين احنا فين انتوا عارفين ايه اللي واصل ما بيننا احنا الاربعه عارفين ايه اللي واصل انا في البحر يا جماعه ايه ده انا حطيت الموبايل على السبيس اقول لك والله بص بومبو حرف البي باشر حرف البي وور بيست حرف البي وبرده حبشي برده حرف البي بي واخد بالك ولك ايه ولك ايه انا رميت البتاع شوف ايه اللي هيحصل لي وانا فوق وانا هموت يا باشا
بس لا موت شاشه والله سليم. يا جماعه تعالوا البحر عمكم جنب بعض، تعالوا البحر والله جامد قوي، تعالوا البحر مليان سمك قرش خد بالك. اه يا جدعان باشا ولا هيضربوك. انا ماشي بالمايو كده، انا ماشي بالمايو في المدينه والله العظيم يا اسطى. ايه مشاك يا اسطى؟ يا اسطى بتمشي بمايو في اسكندريه كده يا اسطى؟ لا ايه الكلام ده، مش من الناس دي، انا مش بمشي بمايو في اسكندريه. انا يا جدعان مين قالك الاتوبيس ده؟ يا جدعان بالله عليكم ينفع كده يا جماعه؟ مين هيدفع التعويض على الكلام ده؟ انا قلت اروح البحر. فين 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 البحر ده؟ فين؟ انا في ملعب الكره القدم الامريكيه ده. فينكم بقى؟ انا اتحرك. امشي على الشارع، هستناكم هستناكم على البحر. انا رايح البحر. ما مشكله البحر تقريبا من اربع نواحي، تقريبا من اربع نواحي تتنيف. فاحنا بيتهيالي عندكم انتوا جنب الاستاد. ايه اللي هيحصل؟ ايه ده؟ ده انا بعوم. ايه ده؟ ده في سمك قرش. ايوه انت فين بقى؟ فين بحر بقى؟ ايه ده؟ ايه يا جدعان ده؟ اول يا جدعان بجد نزلت سمك تقرش وشايف. احنا في جزيره يا جدعان، والله في جزيره. استنى بقى هاجي بقى فين؟ بقول لكم اعملوا لي مارك، اعملوا لي مارك، اعملوا لي مارك. مفيش مارك يا عم، في مارك. ايه سايت؟ ايه سايت؟ ايه سايت؟ طيب ايه سايت؟ يلا تعالى بقول لك عند الصاروخ، عند الصاروخ. ده مصر ان هو بيلعب فايرال. الصاروخ في الصاروخ. اوكي الصاروخ. الصراخ ده انا مش فاكر فين. الحصان. لقيت الصاروخ. الحصان جانا. انا عندي صاروخ. انا عندي صاروخ برضو. هو شايفني؟ شايف ابو صلاح. يلا باشا انا عندي الصاروخ. بص يا صاحبي ايش جابيها باشا؟ انا جايب لكم الحصان وجاي. يوس اللايك. مع الحصان ده بقى انا كبش عليك. عيب عليك، قلت لك يا جدعان. مين فينا معاه ولاعه؟ مين فينا معاه ولاعه؟ بيقول لك ولاعه تقدر انت تطير بيها الصاروخ ده. بشر راكب القرش. بص بشر والله راكب قرش وبيجري. لا انا مع القرش دلوقتي. عن فين 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 ايه ده؟ بومبو والنبي هات الحصان ده، والنبي هات الحصان، هات الحصان، هات الحصان، هات الحصان. يلا يا عم خدوه يا ابني. يا ابني مش انا الحصان هم. جندري 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 جندري. والله اموت اموت. ونبي حذفني في اخر الدنيا. لا 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 ليه؟ ليه يا نجم؟ ليه؟ ليه؟ الحصان سريع. بقول لك ايه؟ ايه مش عارف يعملها، مش عارف يعملها، مش عارف يعملها. ايه الله عليك بيعدي الحواجز. اوعى استنى بس جامد باشا. انا والله معايا ولاعه، بس انا مش عارف الصاروخ ده يتولع ازاي. الحصان لما بتخبطه عربيه عادي يعني؟ عارف الحصان، حصان محترم. ايه ده؟ ده اللي وقعت من العربيه يا جدعان. الهبل ده مش واقعيه يا جدعان. هو انا حاسس ان انا هسيح الصاروخ، مش هشغله. يا عم دوس بس، دوس يا راجل. يس بص، انت ما الولاد دي معاك سخان ولا عادي؟ عشان هتفرق. لا هي دي سخان، دي سخان، دي من واضح انها سخان. طب احنا فين؟ احنا فين؟ احنا فين؟ احنا عند الصاروخ. ايوه فين يا ام الصاروخ؟ التليبورت، تعمل لنا تليبورت عادي. هات الحصان، هات الحصان. بص هعمل بقى عجل حلو قوي، هات الحصان وهديك اللي انا بط بيها. لا يا اخويا معايا. لا احنا انا اشوف لكم السمكه القرش دي خلاص. بصوا يا جماعه، حصان باربيكيو اهو. يا ابني والله ما راضي يشتغل. هات الحصان شويه، هات الحصان شويه. بص هوريك حاجه تانيه. طب احنا ممكن نركب عربيه ونحطها تحت منه ونولع. ايه ده؟ هات الحصان مش ونوش. حبشي اركب يا حبش، اركب يا حبش، تعالى هيجري. اركب يا حبش، اركب. هو حبش راكب العربيه؟ لا لا لسه. اركب بس معايا، اركب معايا. اركب معايا. هو انا اختفيت فين؟ انا اختفيت. يعني انا بس مش عارف الحصان والقرش وكميه حاجات يعني غريبه. انا اختفيت وربنا انا مش عارف اتحرك جوه اللعبه. والناس نركب، والناس نركب، والناس عايز اركب مره بس. يا ربنا. انت راضي فين يا حبشي؟ والله انا اطلع فوق خالص. ناخد يا عم الحصان بتاعي واطلع اجري يابا. انت عالم ما تتعشرش. انت فين يا حبشي؟ انا عندي جدعان. انت رجعت تاني؟ تعالى يا باشي. فين يا اسطى؟ فين يا اسطى؟ انت رحت فين؟ انا هشوف المستر. الله اضع اديه وصح دماغه. فين بقى؟ تعالى بقى. والنبي والنبي ضربتك. انت رحت فين؟ بقول لك يا ملك بيا نجم. انت مزعل الراجل ليه يا عم؟ حرام عليك يا عم. ترضى حد يعمل فيك كده يعني؟ لا ترضى حد يعمل فيك كده؟ ايه ده؟ هو انت تقدر انت وانت ايه ده؟ يعني انا نزلت تحت الارض.